طيب بالنسبة للكيس بتاعت النهاردة عندنا، هي بنت جميلة عندها 24 سنة، بنت دي مخلفة من 9 شهور، ودي في حاجة مهمة جدا. احنا بنستنى على الأقل 6 شهور لغاية سنة عشان نبتدي نعمل الشفط أو أي عمليات لها علاقة بنحت القوام. حصل شوية accumulation للفات، الدهون متراكمة عندها في البطن وفي الوسط وفي الظهر وشوية في منطقة الفخاد. فاحنا اللي احنا نعمله النهاردة ان احنا هنشفط، هنسيح الاول الدهون بالفيزر، منطقة البطن، الوسط، الظهر بالكامل، منطقة الفخاد. يبقى زي ما اتفقنا قبل كل عملية جراحية لازم نحترم ان احنا داخلين اوضة عمليات، فبنعمل بعض التحضيرات قبل العملية عشان نطمن ان شاء الله مفيش اي بتورة، مفيش اي عرضة للمضاعفات. زي ما اتفقنا بنعمل تحاليل دم، زي ما اتفقنا بنعمل سونار نتأكد على منطقة البطن وان هي ما عندهاش اي شكوى، ما عندهاش تضخم في الكبد، ما عندهاش اي تجمعات لقدر الله، ما فيش اي اورام. فدي بعض التحضيرات لعملية شفط الدهون او نحت القوام، بسيطة وسهلة وبتتعمل في خلال ساعة ساعتين بس، بنقدر نطمن بيها ان احنا ندخل ان شاء الله اوضه العمليات مفيش اي ريسك للمضاعفات. من الحاجات المنتشرة في مجتمعنا العربي هنا ان نشفط كميات من الدهون يعني بره اطار اللي العلم والابحاث قالوه، ده يعرض بقى او يزود المخاطرة في اثناء العملية، فده احنا مش بنعمله. احنا عندنا ماكسيمم من 10 ل 12 لتر، فلازم بنتأكد طول ما احنا على التراك بتاع السيفتي، ودي اهم حاجة لعيان التجميل ان هو يتحضر كويس، ان هو اثناء العملية ما نطمعش نمسك منطقة بنظبطها. الناس بتبقى عايزة تدخل اوضة العمليات تطلع انسان تاني او انسانة تانية، فانا بقول بالراحة كل حاجة هنعملها ونمسك منطقة نظبطها عشان ما نعرضش حضرتك او حضرتك لاي ريسك لاي مضاعفات. طيب احنا هنا زي ما اتفقنا في تراكمات للدهون دي بعد الحمل بعد الولادة ب9 شهور، وزي ما قلنا ان احنا لازم، دي حاجة مهمة جدا، ان احنا نستنى 9 شهور، من 6 ل9 شهور عشان نشيل تراكمات الدهون. ساعات الجلد بيبقى مليان مية، ساعات بيبقى فيه انتفاخات، الرحم لسه مليان شوية او منتفخ شوية، ف9 شهور ده تمام، اللي باقي عندي ده دهون. فاللي احنا هنعمله هنعمل نحت. هنعمل نحت ان احنا اول حاجة بنرسم نص الجسم وبنحدد بعد كده كل مناطق تراكمات الدهون. هنا زي ما احنا شايفين في تكتلات دهنية عند الوسط برضو عشان نصغر الوسط. نفس الكلام الناحية التانية. هنا شايفين برضو في تكتلات دهنية، المنطقة دي اللي عند البرا، البرا بيبقى زائد دهون فبتبان قوي وتكون بارزة كده، بان في اللبس قوي مع البنات، البنات معظمهم بيشتكوا منها. واخر حاجة منطقة اللوف هاندلز اللي هنا، دي الاماكن اللي بندخل منها اللي بنعلمها بالاسود. زي ما احنا شايفين اهو كل ده كتلات دهنية، بنسيح الاول بالفيزر، ندخل من خرم صغير هنا نص سنتي ونص سنتي، بنسيح كل الدهون اللي هنا الاول بالفيزر، وبعد كده بندخل بنشفطها بالشفاط عشان نرسم الظهر كله. نبدأ في منطقة الفخاد، بنرسم رسمة المناطق اللي فيها تكتلات دهنية، كل المنطقة اللي قدام دي فيها دهون زيادة. كل اللي احنا بنمسكه بايدينا ده دهون. هنا مش هنقدر نتحرك او مش هنقدر نشفط دهون قوي عشان الجلد هنا بيبقى عند كل البنات بيبقى اطرى منطقة في الفخاد، فلما لو شلنا الدهون منها هيحصل ترهلات. باين البروز بتاع الدهون من هنا في الفخاد اهو، كل ده هيتشفط المنطقه دي، بس ده اللي احنا هنعمله النهارده. دلوقتي احنا عندنا هنا في الحاله دي احنا عندنا تليفات عشان هي عامله شفط قبل كده، فعشان كده بنعمل الفيزر في الاول عشان نسيح الدهون كويس، والالياف برضو ان هي بنحاول نفكها عشان تبقى اسهل في شفط الدهون. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي عن طريق استخدام جهاز الفيزر. احنا من خرم صغير قوي بنقدر نعمل كل حاجه، بنحقن الاول محلول وبعد كده بنعمل بالفيزر بنكسر الدهون زي ما احنا شايفين،
وبنفك التليفات الناتجه عن العمليات اللي قبل كده، ونسيح الدهون نخليها سائل عشان تبقى سهله لما الشفاط بيطلع. طبعا ده بيسهل كتير على الجراح، في نفس الوقت الفيزر بيساعد على شد الجلد، ودي احدث تقنيه حاليا مستخدمه في العالم كله. اللي احنا شفناه النهاردة ده كان عملية نحت القوام عن طريق استخدام جهاز الفيزر. عملنا الظهر كله، عملنا من فوق لغاية تحت، منطقة قبل مؤخرة بنحفر حواليها عشان البروز المؤخرة يزيد، عملنا البطن، عملنا الوسط، شلنا المنطقة الأمامية للفرد، ومنطقة الداخلية كان فيها دهون بس ما شلناهاش كتير عشان خاطر ما يحصلش ترهل، لأن دي أكتر منطقة بيبقى جلدها طري عند أي بنت. طيب احنا بننصح المريضه بايه في الفتره دي؟ رقم واحد، احنا بنمشيها زي اي عمليه، مضاد حيوي مسكن للالم، فيتامين سي، في بعض الاحيان بندي اقراص حديد عشان نعوض الدم الفاقد مع الدهون. الرقم واحد اهميه بالنسبه لنا هو السوائل الكتير بعد العمليه، سرعه الحركه بعد العمليه. دايما بعد اي عمليه ننصح المريض ان هو يتحرك بسرعه يرجع لحياته الطبيعيه جدا. نرجع للشغل امتى؟ نرجع في عمليات شفط الدهون ونحت القوام اللي احنا شفناها دي بعد اسبوع بالظبط نقدر نرجع شغلنا، بس هنبقى خارجين في الشارع او خارجين رايحين الشغل واحنا لابسين فيست او الكرسي تحت الهدوم بتاعتنا، ونتعامل عادي جدا مع الناس.